अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट राघब बुस्तामी। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं, जिसमें हम सूरत रहमान की तिलावत करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو الأصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تك
مكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.